آمل من فضيلتكم توضيح موقف المالكية من مسألة القبض والسد في الصلاة. هذه المسألة فيها قول المشهور وفيها غيره. المشهور عند المالكية عند المتأخرين من المالكية هو أن القبض مكروه. إذا قيل القبض مكروه معناه السدل هو المستحب. وقال طائفة من المالكية من الكبار المتقدمين من المتأخرين، القاضي عبد الوهاب والعربي والقاضي عياض والقرطبي والمسناوي والكتانيون والغماريون وكلهم وغيرهم كثير جدا، يقولون لا، القبض هو مذهب مالك. لماذا هذا الخلاف؟ مع أنه لا يختلف أحد من المالكية أن مالكا يروي حديث القبض في موطئه، وأنه درسه وأقرأه وقرئ عليه. فمن أين أتى هذه القضية، قضية أن القبض مكروه؟ هذه أتت من كلمة لمالك رحمه الله في المدونة. عبد الرحمن بن القاسم يسأله عن القبض في الصلاة، قال مالك أكرهه. كيف هذه أكرهه؟ جاء الناس إلى هذا القول عند مالك رحمه الله فكانوا فيه طائفتين. طائفة قالت لما قال مالك أكرهه وهو يعلم الحديث، لا يمكنكم أن تقولوا لم يبلغوا الحديث، كيف هو رواه بنفسه؟ فإذا لما رواه وقال أكرهه، معنى هذا أن عنده ما هو أقوى من الحديث الذي رواه، وهو عمل أهل المدينة. قال طائفة أخرى القضية ليست بهذه السهولة، لا بد من إمعاء نظر. نحن لا نشك أن مالكا قال أكرهه، هذا لا يمكن أن يقال لا هذه رواية ضعيفة، لأن الذي يروي عنه هذا القول هو عبد الرحمن بن القاسم، ولم يشك أحد من الناس في نزاهته وصدقه وأمانته وثقته، ويعني جاوز القنطرة. فعندما يقول يروي عن مالك أكرهه، يعني مالك قالها، يعني أن مالك قالها. فحاول الناس أن يشرحوا هذه أكرهه. طيب فقالت مكروه مكروه، قال أكرهه فهو مكروه. وفحولة القادحين الأذهان قالوا لا، هذا القول قاله مالك في المدونة في باب في أسئلة في جملة أسئلة. عبد الرحمن القاسم سأله عن إنسان يصلي أطال القيام حتى تعب، فاستند على الجدار، ما رأيك في هذه الصلاة، ما تقول في هذا الاستناد على الجدار؟ فقال مالك أكرهه، كرهه مالك في الفرض، ورأى أن في النفل لا بأس به إذا أراد أن يعين به نفسه. فسأله عن الاعتماد على العصا. طيب فهمنا أنك اعتماد على الجدار تقول في هذا، طيب الاعتماد على العصا عند عكاز يعتمد عليه، الجواب هو أكرهه في الفرض وفي النفل لا بأس به. قال وسألته عن القبض، فقال أكرهه في الفرض وفي النفل لا بأس به إذا طال القيام يعين به نفسه. قالوا معناه أنه سأله عن القبض بنية الاعتماد، فقد سأله عن الاعتماد على الجدار، ثم سأله عن الاعتماد على العصا، ثم سأله عن الاعتماد على اليد، هذا الذي يكرهه مالك. أما القبض استنانا على هيئة الصلاة فهذا لا يكرهه مالك، وهذا الذي أشار إليه شيخ خليل في مختصره. وهذه الكراهة لأجل كذا وكذا تأويلات، وعندما يقول هو تأويلات معناه اختلاف العلماء في تأويل كذا. وهذا هو الذي نراه، أن مالكا إنما عنا هذا النوع من القبض، ولذلك كل من رجح أن وبهذا لا يعترض لا يتعارض ما ذكره مالك في الموطأ
وما ذكره في المدونة، وينسجم تلك الرواية في ذلك الموضع مع الأسئلة التي تقدمتها في ذلك الباب، فينتظم الكلام كله. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والله أعلم. ما وصلني سؤالك.